ازيك يا عمار؟ معاكوا يحيى. من ساعة ما رفعت الفيديو بتاعي انطباعاتي عن النوت 10 بلس وانا عندي برد شديد جدا جدا، يعني برد اوفر، اللي هو كل اعراض البرد متجمعة فيه، صداع بقى ورشح وكحة وسخونية وكل حاجة ممكن تتخيلوها. دي بقى مشروبات سخنة وحاجات غريبة. دلوقتي بشرب حاجة اسمها ايه؟ تيليو على جوافة على ينسون على حاجة تانية اسمها كوموليوم، ولا مش حاجة، اسماء غريبة جدا، وعايش بقى بالمناديل والزبالة وحاجات. الوضع صعب جدا 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 يعني، فمعلش استحملوا الصوت واستحملوا الحاجات الغريبة دي. وحظنا الحلو بقى ان البرد ده جاي في فيديو اسئلة، وفيديوهات الاسئلة في العادي بتبقى طويلة 20 دقيقة و 30 دقيقة، فهتقدروا تستحملوا صوتي ده 30 دقيقة؟ انا ما اعتقدش، انا مش هقدر استحمل بصراحة. المهم خلينا نجاوب على الاسئلة اللي انتوا سألتوها. انا سألتكم على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستجرام الاسئلة اللي عندكم، فجالنا يعني ألوفات الكومنتات، فهنحاول نجاوب على اكبر قدر ممكن. فخلينا نبتدي الفيسبوك ونجاوب على اكتر كومنتات عليها لايكس على الفيسبوك، لان يعني معنى ان عليها لايكس كتير ان كتير منكم يعني بتتسألوا في هذه الاسئلة، فخلينا نجاوب على طول. واول سؤال معنا من محمد فاتيري. انا متاسف جدا يا محمد، مش عارف اقرا الاسم بالظبط بس الاسم قدامكم. يعني ليه بحسك في مراجعاتك للموبايلات لطيف زياده؟ او بمعنى تاني، ليه ما بتطلعش في المراجعه تقول الموبايل ده وحش ما تشتريهوش، والموبايل ده احسن حاجه في فئته اشتروه؟ بحسك مش عايز تجرح الشركه. لا، الشركة ملهاش أي علاقة يا محمد خالص باللي بعمله. على فكرة أنا كتير قوي بقول على موبايلات هي دي الأفضل في فئتها. يعني آخر موبايل عملت له ريفيو كامل كان الشاومي مي 90، قلت إن ده الأفضل في فئته السعرية، وهو ده اللي أنا شايفه، قلت عليه ده أفضل موبايل في فئته السعرية. وكمان كتير قوي بنتقد موبايلات بشدة، زي مثلا المراجعة بتاع الهواوي بي 30 برو، كان في الموبايل قابلني معاه عيوب قاتلة يعني، والايفون 10R طلعت انتقدت الموبايل بشده جدا لانه ما عجبنيش. واللي متابعني من زمان لو تفتكروا فيديوهاتي عن سلسله الواي 7 بتاع هواوي، في موبايلات كتير بنتقدها بشده، بس ما فيش موبايلات وحشه يعني، ما فيش موبايلات اللي هي ايه قذره يعني، اللي هو الواحد يقول عليها لا وحشه قوي يعني. والموبايلات كلها بقت شبه بعض، فاللي هو فكره انك تلاقي موبايل فيه عيوب ده سهل، لكن موبايل وحش مفيش كده، ده نادر جدا. السؤال اللي بعد كده من نور الدين بيقول: شايف ان اللي بتعمله شاومي وريل مي ده الطبيعي، ان هما موبايلاتهم بمواصفات عالية واسعار رخيصة، ولا احنا اللي كان بيضحك علينا من الشركات التانية؟ لا انتوا ما بيضحكش عليكم ولا حاجة، هي كل شركة وليها سياساتها في التسويق. يعني شركة شاومي وبالاخص في عائلة الريدمي وشركة ريل مي دي شركات موجهة للشباب، هم عارفين الشباب عايزين ايه. الشباب عايزين موبايلات بتقدم قيمة عالية مقابل السعر، عشان يحققوا المعادلة دي بتلاقيهم بيصرفوا فلوس اقل في الاعلانات مقارنة بالشركات الكبيرة زي اوبو وهواوي وابل وسامسونج وغيرهم. والفلوس اللي كانوا هيدفعوها في الاعلانات دي بدل ما يحملوها على المنتج وتدفع انت فلوس كتير، لا يخلوك تدفع فلوس اقل. هي دي سياستهم، ان المستهلك يستفيد بالفلوس اللي هندفعها دي وياخد الموبايل بسعر ارخص. طيب هل معنى كده ان هم مش عايزين يسوقوا لنفسهم؟ لا، هم بيعتمدوا في هذه السياسة على ان انت لما تشتري الموبايل وتقول اه والله الموبايل ده ازاي رخيص وبالمواصفات العالية دي، تحكي بقى للناس بقى، تقول مثلا قرايبك او اصحابك شفت الموبايل ده رخيص اشتروه واحسن من الموبايلات التانية دي، بيعتمدوا على السمعة يعني. وهو ده اللي بيحصل فعلا، انتوا شفتوا شاومي وريل مي حققوا النجاح بتاعهم ازاي، ما بالطرق دي. واكتر موبايلات بتعمل ضجة وصدى في السوق المصري حاليا هي موبايلات شاومي وموبايلات ريل مي. السؤال اللي بعد كده معانا من هادي خالد بيقول: ليه ما فكرتش تخش مجال الالعاب وتبقى جيمر بما ان معاك موبايلات وبي سي كويس ما شاء الله؟ انا مش جيمر كبير قوي للاسف، هو انا لعبت العاب كتير قوي في حياتي، يعني مثلا لعبه اساسنز كريد دي لعبت كل الاجزاء بتاعها تقريبا، وكول اوف ديوتي والحاجات المشهوره دي، بس انا في وقتي يعني ما بقضيش معظم وقتي ان انا قاعد بلعب. يعني بلاي ستيشن 4 عندي اخر مره فتحته تقريبا كان من 7 8 شهور مثلا، فعشان اللعب مش جزء كبير من حياتي ما عملتش عنه فيديوهات. السؤال اللي بعد كده بيقول: عاوز اسالك سؤال بيخطر على بالي على طول، هل جوده الفيديو ليها علاقه بجوده الصوت؟ يعني لو فاتح فيديو على 1080 الصوت اللي طالع منه هو اللي طالع من جوده 360 ولا بتختلف؟ حلو السؤال ده. لو هنقيم كواليتي الصوت او لو محددات كواليتي الصوت هي البيت ريت بتاع الملف الصوتي، فعلى يوتيوب اي حاجه بتترفع يوتيوب بيحولها لملف صوتي AAC ببيت ريت من 60 ل 190 كيلو بت في الثانيه، ومن اول كواليتي 360 وانت طالع، يعني 360 480 و HD و 4K وكل الحاجات دي،
بيديك اكتر من 120 كيلو بت في الساعة. يعني باختصار لو بتسمع حاجة على يوتيوب صوتيات يعني مثلا زي كتاب مسموع مثلا او اغاني او كده، حاول تخلي الجودة اعلى من 360 او 360 بالظبط، بلاش تنزل عن كده يعني. مصطفى الكردي بيقول ايه هو تليفونك الشخصي؟ السؤال الابدي. انا حاليا الموبايل الشخصي هو الجالاكسي نوت 10 بلس. انا عايز اعمل ريفيو الموبايل ده واركز معاه جدا، فعشان كده شايله هو مش ماسك اي موبايل تاني. انا ده موبايل استثنائي يعني، عايز اطلع كل التفصيله فيه على قد ما اقدر في الفيديو بتاع المراجعه الكامله ان شاء الله. السؤال اللي بعد كده من خالد منصور بيقول هل النوت 10 يستحق الشراء كفلاكشيب وهو اداؤه هيقل بعد فتره زي ما حضرتك قلت بناء على الاس 10؟ يعني ناس ممكن تكون فاهم كلامي غلط شويه في حته الاداء دي. انا ما كانش قصدي ان الاس 10 بقى بطيء مثلا، انا بقول ان هو اداؤه تقل شويه عن الاول. برضو ما قلتش ان النوت 10 اداؤه هيقل، انا بقول انا خايف ان اداؤه يقل شويه زي الاس 10. ولكن انا قلت الكلمتين دول عشان في موبايلات تانيه جربتها زي الون بلس 7 برو، اداؤه دلوقتي معايا زي اول لحظه طلعت الموبايل من العلبه. هل النوت 10 بقى زي الون بلس ولا زي الاس 10؟ دي حاجه انا ما اعرفهاش، الموبايل لسه تحت التجربه. انا عايز اعمل له مراجعه تفصيليه. الفيديو اللي عملناه ده كان مجرد انطباعات يعني الجهاز بعد استخدام كام يوم. ده غير بقى ان بعيدا عن ده كله، انت بتشتري النوت عشان حاجه مهمه جدا وهي مميزات النوت، المميزات بتاع الانتاجيه والاعمال، ودي اللي هنتكلم عنها في فيديو قادم قريب جدا ان شاء الله، بس اما البرد ده بس يروح. فاضل بيقول ايه بقى، ليه رحت في اتجاه السينما كاميرا في وجود تنافس شديد في اتجاه الـ DSLM زي البلاك ماجيك بوكوت سينما كاميرا 6K والسوني A7S3 لما تنزل كان هيبقى في توفير كبير وهتاخد منهم نفس الكواليتي لو مش كواليتي اعلى؟ انا مش شايف كده بصراحه. يعني الريزوليوشن مش كل شيء، مش عشان البلاك ماجيك 6K والC200 4K فالبلاك ماجيك تبقى احسن، في عوامل تانية بتتدخل في الموضوع ده، والسينما كاميرا ككواليتي غير الكاميرات التانية دي. بعدين بعيدا عن الكواليتي، اليوزابيليتي وسهولة الاستخدام، لان دي كاميرا مخصصة للفيديو مش كاميرا صور بتحاول تصور فيديو. ده غير ان السي 200 بالتحديد الكواليتي بتاع الايمج بتاعها كده والديناميك رينج بيفكرني قوي بالريد والاري والحاجات دي، وبالاخص لما بحطها في المقارنه مع كاميرات الدي اس ال ارز والميرور. يمكن الاستثناء الوحيد من القاعده دي هو كاميرات بلاك ماجيك. بلاك ماجيك جامده جدا بصراحه، ولكن كاميرات بلاك ماجيك ما تعتبرش ميرورلس كاميرا. كاميرات بلاك ماجيك تعتبر سينما كاميرا بس صغيره، حتى باين من اسمها بوكيت سينما كاميرا. وبلاك ماجيك الكواليتي اللي بتطلع منها خرافيه ما فيهاش كلام، بس هناك بعض التحفظات عليها برضو تتعلق بسهوله الاستخدام زي البطاريات والاوتو فوكس، ما فيهاش اوتو فوكس اصلا، وبعض الحاجات التانية اللي تخلي بالنسبه لي C200 يعني لو رجع بيها الزمن هختارها تاني. ولكن يعني ما فيش كلام، بلاك ماجيك جامده جدا. طيب خلينا ناخد بقى شويه اسئله من على يوتيوب. اكتر سؤال عليه لايكس على يوتيوب من شاهد اكتر. شاهد اكتر سائل حوالي 6 اسئله تقريبا، فخلينا نبتدي على طول مع اول سؤال. بيقول عندك كام سنه؟ 24. انت منين؟ انا من المحله. بتدرس في ايه؟ انا دخلت كليه تجاره بس ما كملتش، سبتها في الاخر. وبتكسب كام من اليوتيوب؟ ما يكفي اللي يخليني استمر. اكتر شركه بتحبها او بتميل اليها؟ هما شركات كتير قوي والله، ولكن خليني اقول لكم كده من غير ترتيب. اكتر شركه بحبها ابل، كانون، وان بلس، نوكيا، بوز، سامسونج، اوبو، شاومي، بس كده. بتودي الحاجات دي كلها فين؟ بودي مين فين؟ مش فاهم السؤال. وثانك يو فيري ماتش، وارجو ترد عليا ما تتجاهلنيش، ما تتجاهلش حاجه. شاهد اكتر. السؤال بعد كده اللي عليه اكتر لايكس برضو من عالم التقنيه بيقول كل ده عشان يبقى الفيديو طويل وانا استمتع. اوكي. السؤال الاولاني، تفكر تتجوز؟ انت عاوز مني ايه يا عالم التقنيه ولا تيك وورلد؟ عايز مني ايه يا تيك وورلد؟ انا مش مع فكره الجواز لاجل الجواز وخلاص يعني، بس لو لقيت حد وتوافقنا مع بعضينا ايه المشكله؟ سؤال تاني، في جيف اواي قريب على المليون، خليها مفاجاه. السؤال التاني بيقول اول موبايل سمارت فون امتلكته كان نوكيا C5-3 حاجه كده، كان موبايل سيمبيان او نظام نوكيا القديم. سؤال رابع، مواليد كام؟ انا مواليد 95. سؤال خامس، كم كان معدلك بالسادس الاعدادي؟ ما هو السادس الاعدادي يا عالم التقنيه؟ انا مش عارف بالظبط، ولكن احنا كان عندنا ابتدائي اعدادي ثانوي، واكيد مش هفتكر انا جايب كام في المراحل دي لانها كانت من اكتر من 10 سنين فمش فاكر. افضل لعبه تحبها؟ زي ما قلت لكم انا مش جيمر كبير، ولكن اكتر لعبه لعبتها وتعلقت بيها كانت الاجزاء التانية بتاع سينكريد اللي هي القصه بتاع ايدزيو او ديتوري
اللي هي سينكري 2 والسينكري براذر هود. هل تؤثر الشواحن السريعه جدا على اداء البطاريه ال 40 و 50 و 100 واط والحاجات دي؟ هو طالما بتستخدم الشاحن السريع اللي الشركه بتدعمه انت في التمام، سواء بقى كان الشاحن اللي بيجي في علبه الموبايل او الشاحن اللي شركه صانعه الموبايل بتبيعه، لانهم في الشواحن دي بيبقوا حاطين معايير الامان اللازمه زي مثلا الشاحن الفوك او الهواوي سوبر تشارجر والحاجات دي. ولكن بقى في تقنيات شحن سريع ثانيه مش حصريه لشركه واحده بس اللي تستخدمها، تقنيات شحن سريع عامه اي حد ممكن يستخدمها زي الكوالكوم كويك تشارج او تقنيه الشحن السريع اللي قبل بتستخدمها اللي هي اليو اس بي بي دي باستخدام كابلات اليو اس بي من نوع معين. لو الموبايل بتاعك بيدعم تقنيات الشحن الغير حصريه دي فتقدر بقى تستخدم اي شاحن من اي شركه تانية بتستخدم هذه التقنيه. بس حتى لو الموبايل بتاعك بيدعم تقنيه الشحن العامه الغير حصريه للشركه دي هتلاقي الشركه اللي عامله الموبايل بتاعك برضو بتبيع شاحن رسمي من عندها زي ابل زي شاومي. شاومي بتدعم الكويك تشارج بتاع كوالكوم وبتبيع شواحن برضو كويك تشارج عادي، فخليك جوه الشركه اللي انت شاري منها الموبايل. السؤال اللي بعد كده، لابتوبات بنظام اندرويد. هو دي فكره مش جديده، كان جوجل اصلا حاولت تدمج ما بين نظام الكروم او اس ونظام الاندرويد وتخلي برامج الاندرويد تشتغل على الكروم او اس، ولكن الفكره دي ما لاقتش رواج كبير او نجاح كبير، لان المشتري بتاع الكمبيوتر او مشتري اللابتوب هو مش عايز يستخدم برامج موبايل على شاشه كبيره وخلاص، لا هو عايز البرامج بتاع الديسكتوب، البرامج اللي بتعمل عليها شغل حقيقي، برامج المونتاج بقى، برامج تعديل الصور، ايا كان البرامج اللي هتستخدمها على الكمبيوتر هو عايزها على اللابتوب. فكل الحاجات دي الكروم او اس مش عارف يحققها حتى الان، وجوجل مش عارفه تبيع الكروم او اس الا في الفئات القليله قوي اللي هي الحاجات للاستخدامات الاساسيه جدا يعني. السؤال بعد كده بيقول، هل تفكر تترك اليوتيوب بعد الزواج؟ ايه حكاية الزواج معاك يا عالم التقنية؟ دعيلي بس اعيش بعد البرد ده عالم التقنية. مش هسيب يوتيوب طبعا في اي وقت قريب يعني، ده شغفي في الحياة وصناعة المحتوى بعيدا عن التقنية يعني، انا شغفي صناعة المحتوى اصلا وبعدين ده شغلي كمان، فاكيد مش هسيب اليوتيوب ابدا يعني. السؤال العاشر والاخير، شايف نفسك وين بعد سنتين؟ ما حدش طبعا يعرف الغيب فين، بس انا ما اعتقدش ان سوق وعالم التقنيه هيفضل زي ما هو، لانه حاليا يعني وصل لاقصى درجات الملل يعني، فانا اعتقد ان احنا هنبتدي نشوف حاجات غريبه جدا، وبعد سنتين هيبقى الغريب ده هو الطبيعي زي الموبايلات الفولدبل والحاجات اللي شكلها بيتغير والويرابلز الغريبه والحاجات دي. ف اعتقد ان انا قناتي هتتغير وهتتشكل مع التغير الجديد ده، لان هو ده الشيء اللي انا مهتم بيه وهفضل اتطور معاه وهو بيتطور انا هتطور معاه. بس بكل تاكيد ما عنديش اي تخيل تاني غير ان انا بعد سنتين اكون لسه بعمل فيديوهات، ما عنديش اي تخيل تاني. اخر سؤال معانا بقى من يوتيوب عشان الفيديو هيبقى طويل جدا، من طه بيقول، انا من عشاق سامسونج ولكن هناك مشكله تزعجني بعد الاستخدام المطول، بيبقى اداء الجهاز يبدأ أداء الجهاز بالتراجع ولا أعرف السبب، أتمنى الإجابة، مع العلم أستخدم النوت 8. بص يا طه، أي موبايل الأداء بتاعه لازم يقل بعد فترة، مش عشان الموبايل مع الاستخدام مثلا بيضعف ولا حاجة، لا الأداء بيقل عشان المتطلبات بتاع البرامج وبتاع السوفت وير بتزيد، بيبقى محتاج طاقة أكتر، برامج حجمها بيكبر، السوفت ويرات بتتقدم في الخواص والمزايا بتاعها، فبتبقى عايزة عتاد يجاريها. فأنت لو معاك جهاز قديم عمره سنتين، العتاد بتاعه مش هيقدر يجاري المتطلبات الحديثة الجديدة دي، فبيبتدي بقى معاك الجهاز يبتدي تحس إن هو أبطأ شوية. ولكن كل ما كان السوفت وير خفيف، وكل ما الشركة المصنعة للموبايل تقدر توفق ما بين العتاد بتاع الموبايل اللي عندها والسوفت وير اللي هي عاملاه وتعصر العتاد ده وتطلع اقصى اداء ممكن منه، كل ما الميكس ده يحصل كل ما الموبايل يعيش معاك فتره اطول من غير ما يهنج. بالنسبه لموبايلات سامسونج فهي دلوقتي احسن بكتير جدا من زمان، سوفت وير سامسونج دلوقتي بقى احسن بكتير من الاول، بقى اخف بكتير، بس سامسونج لسه محتاجه بعض التطوير في هذا المجال. الشركه بصراحه اللي بتستمر في ابهاري يعني هي ون بلس. ون بلس بتعمل في الاندرويد اللي جوجل ما بتعرفش تعمله، انا مش عارف ون بلس دول غراب جدا يعني. طيب خلينا ناخد شويه اسئله من الانستجرام. حمدي بيقول، هل يا يحيى هتكون مختص الموبايل بس ولا عندك توسع تخش في الهاردوير والكاميرات؟ والله يا حمدي انا بحاول جاهدا ان انا اعمل فيديوهات عن حاجات مختلفه غير الموبايلات، لان انا نفسي زهقت من الموبايلات، ما عدتش يعني بحبها لسه، بس اللي هو ايه، ما عدتش بتحمس للاصدارات الجديده بتاع كل موبايل زي الاول، الموبايلات كلها بقت شبه بعض وده شيء بقى مزعج جدا بالنسبه لي. فالسنه دي انا حاولت اعمل فيديوهات عن حاجات مختلفه، عملنا فيديوهين عن الكاميرات وعملنا فيديوهين عن السماعات، وبحاول كل فتره اعمل فيديوهات عن حاجات مختلفه، بس طبعا
يعني الوقت ما بيسمحش قوي، بس ان شاء الله هيكتر من هذه الفيديوهات قريب. السؤال بعد كده بيقول هل تنصحني اشتري الايفون اكس اس ماكس بعد هالفترة؟ ما تشتريش اي ايفون دلوقتي طبعا، اكيد مش عشان الايفونات دلوقتي وحشة ولا حاجة، لا عشان قبل هتنزل الاصدارات الجديدة بتاع 2019، فكل الاصدارات الحالية سعرها يرخص، واما نشوف بقى الاصدارات الجديدة تبقى عاملة ازاي، يعني حتى لو ما طلعتش حلوة الاصدارات الحاليه هترخص، فلو اشتريت دلوقتي هتخسر جامد. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه العدسات اللي بتستخدمها حاليا والكالر جريدنج بتعمله من الفاينل كات ولا دافينشي؟ انا حاليا العدسات اللي عندي وهرتبهم لك كده من الاكثر استخداما للاقل استخداما، اول واحده هي الكانون 35 ملي اف 1.4 ال الجيل الثاني، والكانون ال 100 ملي الماكرو لينس الاف 2.8 الفيرجن ال برضو، والعدسه اللي بعد كده ال 50 ملي الاف 1.8 اللي هي النفتي 50 الفيرجن الاس تي ام الموتور اس تي ام، والعدسه اللي بعد كده سيجما 1835 اف 1.8 اشهر عدسه في العالم، واقل عدسه بستخدمها تقريبا هي التوكينا 1116، دي عدسه الترا وايد يعني بس انا ما بستخدمش الترا وايد قوي للاسف. بالنسبه للكالر جريدنج فانا بعمله على فاينل كات، ما بعملش اي حاجه بره فاينل كات غير السامبرينيل على فوتوشوب وبعض الجرافيكس البسيطه على افتر افكتس، لكن بقيه الحاجات كلها على فاينل كات. السؤال اللي بعد كده بيقول هل مازال الاستن بلس هو الفلاجشيب اللي بنصح بيه لحد لاي حد دلوقتي في مصر؟ الحقيقه ان الاستن بلس يعني الصفقه اللي بيقدمها او القيمه اللي بيقدمها مقابل السعر خرافيه. الاستن العادي الصغير ب 12000 جنيه، سعر غريب، والاستن اي اللي هو اللي من غير ايدج واللي هو النسخه المفترض ارخص شويه من الاستن ب 10000 جنيه، اسعار غريبه جدا. ليه موبايلات بتيجي تقريبا بنفس مواصفات النوت 10 بلس ب 20000 جنيه؟ هو اي نعم النوت 10 بشاشه اكبر وبقلم وكاميرات افضل شويه، ولكن الاستن مازال لا يستهان بيه. فالسؤال اللي بعد كده بيقول انهي موبايل من وجهه نظرك متكامل من غير عيوب الى حد ما؟ للاسف مفيش ولا موبايل متكامل، كل الموبايلات ناقصها حاجات اكيد يعني، بس اقرب موبايل للكمال حاليا في الوضع الحالي هو النوت 10 بلس، اكتر واحد بيقدم باكج متوازن. قبل ما ينزل النوت 10 بلس كان الاس 10 بلس، هي دايما سامسونج بتقدم اكتر موبايلات متزنه الاركان، ممكن ما تكونش افضل كاميرا ممكن ما تكونش افضل اداء، ولكن دايما هي عندها كده الباكج المتوازنه. السؤال اللي بعد كده بيقول ليه الميجا بيكسلز بتاعه السامسونج نوت 10 قليله عكس موبايلات الميجا بيكسل اكتر والكواليتي اقل؟ عشان الميجا بيكسلز مش كل حاجه، معالجه الصور بتاع الكاميرات هي دلوقتي كل شيء، زي ما بنشوف كل سنه اهو جوجل بيكسل بكاميرا يعني اقل ميجا بيكسلز في كل المنافسين وعدسه واحده بس، وبيطلع احسن كواليتي صور من كل الموبايلات الثانيه، فمعالجه الصور تقريبا هي اهم شيء في كاميرات الموبايلات دلوقتي، واللي بيجي بعدها كمان مش الميجا بيكسلز برضو، لا كمان حاجات تانية يعني في اعتبارات تانية اهم من ذلك، زي حجم السنسور زي فتحة العدسة، دي حاجات اهم بكتير من الميجا بيكسل. السؤال بعد كده بيقول لماذا لا تذهب لحضور المؤتمرات الدولية مثل برشلونة ونيويورك خاصة الخاصة بسامسونج؟ شكرا على الإجابة. انا ما بروحش هذه المؤتمرات للاسف لاني عندي مشكلة في الورق، اكيد بيجي لي كل الدعوات لحضور كل هذه المؤتمرات، ولكن للاسف كوني مصري وبعض المشاكل المتعلقة بالاوراق والحكومة يعني بتخليني ما اقدرش اسافر، ولكن يعني انا بسعى في هذا الحوار وان شاء الله الموضوع يتحل في اقرب وقت يعني. بس كده كفايه اسئله، انا بدأت تصوير الساعه 11، الساعه حاليا 1:30، انا بلحق اخلص مونتاج الفيديو ده النهارده، واللي كمل منكم الفيديو الاخر هو بطل انه قدر يستحمل صوتي لاخر الفيديو. بس كده شكرا لي جدا على كل اسئلتكم، وشكرا على مشاهده الفيديو الاخر، ومنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.